السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من إلاستيك سيرش. في هذه الحلقة راح نحكي عن واحد من المواضيع اللي لها علاقة بالسيكوريتي في إلاستيك سيرش، وهو الاي بي اي كي. الاي بي اي كي هو طريقة تستخدم بحيث نستعيض على اليوزر نيم باسورد في الكونفيجريشن له علاقة في التواصل مع الاند بوينتس الخاصة بإلاستيك سيرش، مثل مثلا Elastic ABM. ممكن نستخدم API key عوضا عن Secret Token، مثلا نستخدم مثلا API key بين File Beats مثلا أو Beats بشكل عام و Elastic Search أو Logstash إلى آخره. ف API key هو عبارة عن خلينا نقول String to be generated باستخدام API خاصة في API key في Elastic Search. خلينا نشوف كيف ممكن ننشئ هاي الـ API key وكيف ممكن نستخدمها في التواصل مع الـ Endpoints الخاصة بـ Elasticsearch. طيب، أول شيء خلينا نشوف هون، في عنا الـ API tool أو عنا API Endpoint اللي بيجيب لنا الـ API keys اللي موجودين عنا. طبعاً الـ API keys اللي موجودين بيجيب لنا الـ ID name إلى آخره، وأهم شغلة هو صراحة الـ Invalidated. Invalidated يعني صحيح هذا الـ API key موجود لكن لا يعمل، لكن لا يعمل، تمام؟ يعني مثل deactivated خلينا نقول، وهكذا. طيب النقطة الثانية يلي هي العلاقة، كيف ممكن ننشئ API key؟ كيف ممكن ننشئ API key؟ طبعا كيف ممكن ننشئ API key؟ هاي هي الـ endpoint الخاصة في إنشاء API key جديد. نعطيها name وexpiration، طبعا هذا ممكن يكون ساعات، ممكن يكون ايام الى اخره. ممكن وبعدين ممكن نعطيها رول ديسكريبتورز. الرول ديسكريبتورز في وصف الاند بوينت تبع اي بي اي كي بيقول انه هو نفس الرول ديسكريبتورز اللي اثناء انشاء نيو رول او ابديت رول. لذلك اسهل طريقه لتنفيذ هاي الموضوع والحصول على رول ديسكريبتور انه تنشئ رول عاديه وتعطيها الصلاحيات اللي بدك اياها. خلينا نشوف مثال. نحن منشئين رول اسمها تيست رول. لو جينا على ستاك مانجمنت رحنا على الرولز، في عندنا رول اسمها تيست رول. بامكانه هي اليوزر اللي عنده هي الرول بامكانه يدير كلاستر، وعنده صلاحيه ريد على اندكس رقم واحد، وعنده صلاحيه رايت على اندكس رقم اثنين. وطبعا فيما يخص سبيس على كيبانا في عنده شيء كاستمايز. نحن ما بيهمنا هذا، بيهمنا هذا صراحه. طيب كيف ممكن نشوف الرول ديسكريبتور تبع تيست رول؟ بكل بساطه بنقول له جيت وبنعطيه اسم الرول، فبنشوف الرول ديسكريبتور. الرول ديسكريبتور مثل ما هم شايفين هون نيمز اندكس 1، البريفليج على اندكس 1 هو ريد، اللو ريستريكتد اندكس فورس الى اخره. نفس الشيء نيم اندكس 2 بريفليج فيلد سكيورتي جراند الى ما هنالك. طبعا اضافه للاشياء الاخرى اللي علاقه في الرول هي. بكل بساطة نحن ممكن ناخذها ونحطها هون، تمام؟ طبعا ممكن نحذف بعض الأشياء اللي ما لها داعي في موضوع الـ API key مبدئيا. لاحظوا صار الآن عندنا API key جديد جاهز إنه نسوي له كرييت. هاي الـ expiration مثل ما قلنا ممكن نحدد ساعات أيام إلى آخره. الرول ديسكريبتور هو هذا، هو تيست رول. طبعا ننتبه على شغلة، اليوزر لما بينشئ نيو اي بي اي كي ما بيقدر يعطيه صلاحيات اكثر من الصلاحيات اللي عنده. يعني تصور يوزر ما عنده صلاحيه اداره الكلاستر، مانج كلاستر مثل ما هو شايفين، فما بامكانه ينشئ رول او عفوا اي بي اي كي في عنده هاي الصلاحيه، لانه بكل بساطه الاستيك سيرش بعد ما بتنشئ الاي بي اي كي بيسوي تقاطع انترسكشن بين الصلاحيات اللي موجوده هون، البيرمش الموجوده في الرول هاي والبيرمشز الموجوده عند اليوزر، وطبعا تاخذ المشترك فقط. تمام؟ اضافه انه نحن ممكن نمرر اكثر من رول، اكثر من رول، وبنفس نفس الشيء كمان الاستيك سيرش بياخذ فقط ايش؟ الشيء المشترك بيناتهم والمشترك مع اليوزر اللي انشا ايش؟ هذا الاي بي اي كي. طب خلينا ننشئ الان الكي هذا. بيطلع معنا اي دي، بيطلع معنا اي دي خلينا نحتفظ فيه، وبيطلع معنا اي بي اي كي. طبعا هذا الاي بي اي كي لازم نحتفظ فيه مجرد انشانا ايش؟ الاي بي اي كي، هاي الفاليو اي بي اي اندرسكور كي لازم نحتفظ فيها مجرد انشانا ايش؟
الـ API key من خلال الـ endpoint. طيب كيف الآن ممكن نحن نشوف الـ API's keys اللي موجودين عندنا؟ بنروح على Stack Management، في عندنا شيء هون اسمه API keys، بنشوف الـ API key اللي أنشأناه، وبإمكاننا إيش؟ نسوي له invalidate، وبإمكاننا نبحث من خلال users اللي أنشأوا هذا الكي والريلم. طبعا الريلم شيء له علاقة في موضوع الكونفيجريشن للاوثنتيكيشن الخاص بالاستيك سيشن، ممكن نشوفه لاحقا. طيب طبعا هون بيعطينا حالته انه هو اكتف، ممكن نسوي له انفاليديت من خلال هاي النقطه. طيب كيف بشكل افتراضي لما بتستخدم الاستيك سيش وخاصه البيزك لايسنس، لما بتيجي على اي بي اي كيز بيعطيك مسج بيقول لك الاي بي اي كيز نوت اكتيفيتد، لازم في بروبرتي في اليامل فايل تبع الاستيك سيش لازم تسوي لها ترو عشان تشتغل. او لما بتسوي configuration تبع ال HTTP SSL يلي سويناه في الحلقة السادسة من How to Build Elasticsearch Cluster بيصير activated by default، بيصير إيش؟ activated by default. طيب هلا صار عنا key، صار عنا الكي له ID وعنا key إيش؟ له API key. طيب كيف ممكن نستخدمه؟ أول شيء لازم نحول هذا ال string، طبعا بنحط هون ال ID، ID نقطتين API key بهذه الطريقة. هذا السترينج هذا يمثل هذا الكومباينيشن. طيب كيف ممكن نستخدمه؟ لازم نحوله أول شيء لبيس 64، في موقع بسيط ممكن نستخدمه للتحويل، ناخذ الكومباينيشن هذا ومنحطه هون ومنقول له انكود. مجرد سوينا له انكود طلع معنا بيس 64. نروح على بوستمان، لازم نحط هيدر اسمه authorization وفيه هذا السترينج API key وبعدها البيست 64 اللي سوينا له جنريت. الان سوي سند، جاب لنا المعلومات اللي نحن بحاجه اللي طبعا هون نحن عم نقول له كلاستر ستيت، هون عم نقول له كلاستر ستيت، لذلك ايش جاب لنا الاشياء اللي علاقه في هذا الموضوع. طبعا لو حاولنا نسوي اي اوبريشن على اندكس اسمه مختلف عن هذا الاندكس، اندكس 1، انه نقرا من اندكس غير اندكس 1 او نكتب في اندكس غير اندكس 2 راح يعطينا ايرور. طيب الان كيف راح نتاكد انه لو سوينا انفاليديت راح يشتغل؟ ممكن نسوي انفاليديت يا اما باليو اي مثل ما شفنا هون من هذا البطن، او بامكاننا ايش بكل بساطه نسوي انفاليديت من خلال هاي الاند بوينت من خلال الاي دي، نقول له رن بيسوي انفاليديت. طب خلينا نجرب الان البوستمان، راح نلاحظ راح يعطينا سكيورتي ايشو يقول انه بما معناه انه الاي بي اي كي اللي نحن مررناه ما هو صحيح وما عاد شغال. هذا باختصار كيف ممكن نستخدم الـ API key في الـ وكيف ممكن نسوي له كرييت. طبعا الـ API key ممكن نستخدمه نحن الـ API key ممكن نستخدمه في Elastic ABM. لو تتذكروا في عندنا في Elastic ABM في الـ Agent دوت نت Agent تو configuration للسكيورتي، واحد اسمه Secret Token واحد اسمه API key. الأفضل والأكثر يعني أمان هو استخدام الـ API key الى كل انستنس. حتى واحده من الريكومنديشن تبع الاستيك سيرش انه تستخدم اي بي اي كي، يعني مثلا بالفايل بالبيت مثل الفايل بيت تستخدم اي بي اي كي لكل انستنس، حتى لو كان عم تراقب نفس عم تراقب سيرفرات يعني تابع على نفس الابلكيشن. وهذا يعني بيساعد لو واحد من السيرفرات هاك او واحده من الانستنسز هاك، على الاقل اي بي اي كي واحد اللي هو هاك وبامكاننا نحن يعني نسوي له انفاليديت ونسوي واحد جديد. هذا باختصار عن كيفيه استخدام الاي بي اي كي وكيف نسوي له كرييت في الاستيك سيرش. والسلام عليكم ورحمه الله.